Bismillah. Wir fangen heute mit der 15. Lektion an. Kein Nicht, nie Negation. طبعا أنا بقصد قبيت العنوان هذه المرة لبعض الأسباب. فلدينا كاين ونشت. كاين ونشت كله نفي. لكن تمام، الكاين نستخدمه مع الأين. يعني سنفهم الآن ماذا أقصد. مثلا إيش ليزا كاين بوخ؟ أنا لا أقرأ كتاب، فالمفروض إيش ليزا أين بوخ؟ أنا أقرأ كتاب. أوكي، فننفيه بالكاين، يعني نضيف فقط كا. إيش ليزا كاين تسايتونغن؟ أنا لا أقرأ جرائد. فبما أن أين تسايتونغ نستطيع أن نقولها، يصبح النفي بالكاين. طبعا كاين لأنه جمع. إيش هاب كاين تسايت؟ لأنه دي تسايت. ich habe keinen Hunger لأنه der Hunger هو ein Hunger. ich brauche kein Auto. لا ja ich brauche kein Auto. ich habe eine ich, أنا لا أحتاج إلى سيارة. طيب Ja, في das ist الناحية mit الثانية، unbestimmt Artikel, ja. nein، das hat nicht mit unbestimmter Artikel zu tun. الموضوع أن إذا استطعنا أن نقول ein Buch ein Auto، يعني نستطيع أن Ja. نضيف الأين، Ja. فالنفي يكون بالكاين. يا أقصد أنه شيء غير معرف. تمام، لكن أنا ممكن أقول إشليزا داس بوخ مثلا، يا فأنفيه أيضا بإشليزا كاين بوخ. يا أنت قصدك أظن شيء آخر. أنت قصدك أظن أنه إشليزا داس بوخ إشليزا نيش داس بوخ، صح؟ Ich lese das Buch, ich lese. nicht das Buch، يعني أنا لا أقرأ الكتاب هذا، يعني بمعنى. يعني تقريبا انه تمام صراحة تمام انا بعرف انه الكائن يعني دائما مع اللي بتكون مع الاسم النكرة غير معرف. تمام تمام فنقيها إلى هنا، لأن أصلا الموضوع النشط يأتي أصلا في البيت ساي، فإنه وضعها في الأينس، يعني من نوع، يعني من جهة عظيم، ومن جهة أخرى يعني يحتاج إلى تفصيلات، فنبقيه على العموم هكذا. أوكي، الآن ننتقل للنشت، طيب فنقول مثلا إيش مثلا تفضل. حضرتك في هونجر ليه قلنا كاينان؟ لأنه هنا ده هنا، فإيش هابا، فأنا إيش الفاعل، كاينان هنا مفعول به، فأضفنا إي أن. تمام. لا مش فاهم، هي حاجة أنا ماشي نسياها، هي حاجة مش تمام. فاهم. هو نعيد المسألة. نحن قلنا أنه المفعول به لدينا دين وداس دي، يعني المذكر يأخذ دين، صح؟ نكرة نقول أينن، ففي النفي يكون كاينن. تمام فهمتم الآن؟ ايوه يعني أنا أفهم ذلك، اللي الأداة بتكون دير بأخذ بالنفي كاين، مثل ما بيكون مفعول به بالدن بصير إذا كان بالضبط، مع الأداة. فدين اينن كاينن. تمام، الآن ننتقل للنشت، فنقول مثلا ايش بن نشت فهيغتت. طبعا النشت موضوع ايضا كبير، لكن هو هنا يعني ضبطها بحيث انه ياتي بعد الفعل. ايش بن نشت فهيغتت، او قبل الصفة مثلا. ايش بون النشت ان برلين، ايش ارbeite نشت باي لوفت هانزا، ايش ليزه نشت، ايش ليزه نشت دي بيبل، ايش ليزه نشت تصبوه. فالذي ذكرته الآن ظهر الآن، فدي بيب داسبوخ، الشيء المعرف ننفيه بنشت. يعني أنا لا أقرأ هذا يعني بمعنى لا أقرأ هذا الكتاب أو الكتاب يعني. طيب هنا يقول كاين شتيت نور فور اينم نومن، يعني الكاين لا يقف إلا أمام اسم، فكل هذه أسماء. أما هنا أفعال، اسم يعني حرف واسم مجرور. تمام، كاين است أين أرتيكل، الكاين أداة، أين بوخ كاين بوخ، أين ديكس بوخ كاين ديكس بوخ.
طبعا اين بوخ كتاب، كاين بوخ يعني لا كتاب او نفي الكتاب، اين ديكس بوخ كتاب ضخم، und kein dickes Buch يعني ليس بكتاب ضخم أو لا كتاب ضخم، يعني حسب المعنى الذي في الجملة. الآن andere Negationswörter، يعني في كلمات تانية للنفي، فهو حطت موجب بلس و مينوس الناقص. ich esse immer zu Mittag، أنا دائما آكل في الظهر، فالإما عكسه ني، ich esse ني zu Mittag. فكما يعني نستخدم الإما نفعل العكس أو نأتي بالنفي الذي عكسه ونضعه في نفس المكان. هنا مثلا ف auf der Party kann ich alle، على الحفلة أعرف الجميع. Ich kenne niemand auf der Party، أنا هنا قبل قليل حصلت على الجواب أظن. فال niemand هنا umgangssprache يعني عامي. المفروض الذي أعرفه أيضا أنا، Ich kenne niemanden auf der Party، لأنه ich فاعل، kenne فاعل، niemanden هو المفعول به. والله أعلم. بعدين isst du etwas؟ هل تأكل شيء؟ isst du alles؟ هل تأكل كل شيء؟ فإيش أصلا nichts، لا أكل شيء. Kannst du mir oder kannst du nur mit Brille lesen؟ هل تستطيع فقط أستاذ مع محمد، عندي النظارة؟ سؤال معلش. تفضل تفضل. الفعل كان بعطيه اكوزاتيف، بعمل اكوزاتيف مفعول به، يعني مثلا انه خلينا نقول ايش كانت ايش نشت؟ نيماند، يعني اذا كان بعطيه، عفوا، اذا كان بعطيه كان اكوزاتيف، المفروض انه نيماندن تصير، صح؟ بالضبط، عشان كذا قلت انه ايش كان ديش مثلا، انا اعرفك ايش كان ديش، فايش كان نيماندن المفروض. يا اوكي، فايست تو اتواس، هل تاكل شيء؟ ايست تو اليس، هل تاكل كل شيء؟ ايش اصلا نشت؟ كانست تو نور ميت بريل ليزن، هل تستطيع ان تقرا فقط مع النظاره؟ ايش كان اونا بريل ليزن، مع النظاره اونا بدون. Warst du schon mal in Paris؟ هل كنت مرة في باريس؟ Nein, ich war noch nicht. Schon, noch, عكسه noch, mal, nicht, in Paris. Ich war noch nie, أنا كنت خالص أنا أبدا في فرنسا. Hast du noch Hunger؟ أنت لسه عندك جوع؟ Nein, ich habe keinen Hunger mehr. لا أستاذ أنا محمد، بس ليس لدي. بسألك عن كلمة نوخ، شو بتعطي للجملة؟ لحد هسه يعني مش فاهم، تعطيها إنه قوة مثلا للجملة قصدك انه نوخ؟ نوخ، لا لا لا، مش قوة، ده مش للقوة. حست نخ، انت لسه يعني ما زال، انت لسه ما جائع. زلت، أو بالفعل، يعني بمعنى بالفعل. ولا انه ما زلت، يعني انه معناته انه ما زلت. هو تمام، لكن هو ليس فعل. فاهم عليك. لا، انه المعنى قصدي انه بالفعل، يوم تحكي لهذا انت بالفعل جيعان او لديك جوع. مش بالفعل، لا ليس بالفعل، لسه يعني لم يتم بعد، لم ينتهي، يا فهمت؟ يعني مثلا أنا المثال الذي أحفظه أن يعني الأستاذ قتيبة مثلا يتصل بي، يقول والمفروض أنا أذهب إليه، يعني يتصل بي ويقول يا أين يا أنت؟ يا هو يا بسترو، فأقول إيش بن شون دا، يعني خلاص وصلت، فشون وصل، يعني هو خالص موجود. النخ لسه، يعني لم يصل، لم يأتي بعد، لم يتم، يا يا فأنا لسه يا في الطريق مثلا. ايش بن نخ اوف دم بيك. يا يا تمام، فهاست دو نوخ هونغر، انت لسه جائع بمعنى. ناين، ايش هابه كاينن هونغر مير، انا ليس لدي جوع بعد. ليبست دو توماس نوخ، هل ما زلت هنا نوخ أيضا، ما زلت تحب توماس؟ ناين، ich liebe ihn nicht mehr، لا أنا لا أحبه. طيب الآن لو تريدون ننتقل للتدريبات.
يا أستاذ محمد، نشت مير يعني مش كثير معناتها. نشت مير. أنا بعرف إنه مير يعني أكثر معناتها، بس إنه بتيجي مع تمام. نشت يعني مش أكثر يعني. أنا مش هو لو قلنا ناين إيش ليبي إن نشت، أنا لا أحبه. يا المير أعطاك الدليل أنه كنت أحبه والآن لا أحبه. نشت مير. يا يا يا